طبعا اهنيكم بالمكان الجميل ده، طبعا في فرق جامد قوي يعني، ولا سلم ولا اسانسير ولا حاجه، يعني تيجوا من هناك على ايه؟ على هذا. بس مش عارفين هيبقى متاح كل اسبوع من 9 الصبح. هو الجدول مع الجدول معانا، لكن الفكره ان هو لازم تمضي ورقه. يعني ممكن يبقى كل يوم 4 من 9 من 9 الصبح. تنسيق مع السيد العميد. ها؟ ايه؟ هو يوم الاربعاء ساعات. ما بيتغيرش. خلاص؟ العميد. طيب. عشان بس تنزل في الجدول. ماشي حاضر. لان دلوقتي هنطلب من سياده العميد بحيث انه يثبت لنا الميعاد من 9 ل 2 كل يوم اربعاء. من 9 الصبح ل 2 الظهر. انتوا حظكم ان كان في محاضره دلوقتي. دكتور احمد عبد الجليل ده مدير مستشفى القاهره دي، فجه متاخر كان في الشارع الموحد، فاتلغت المحاضره. ده لحسن حظ من دي كده، لكن كان في محاضره. مش في مدرج تاني؟ مدرج العصبيه. مدرج العصبيه. العصبيه ده بتاعهم مش بهنيكم تنسيق لو ورقه كده. بهنيكم بالمكان الجديد الجميل ده، وطبعا كل سنه وانتم طيبين بمناسبه العيد الجميل اللي كنا فيه. كل سنه وانتم طيبين بمناسبه العيد التاني اللي انتم عارفينه. نبتدي لان شعارنا هو الحب، يقول لقد بدا وجودنا بالحب، فلنفخر من روح الله لتهب ادم الحياه كانت كل الحب، واستمرار وجودنا ايضا لا يتحقق الا بالحب. دكتور كمان. كمان. وكلمتكم عن الوظائف النفسية وقلت لكم هنبدأ بوظيفة الوعي اللي هي الوظيفة الأساسية. واتكلمنا عن اليقظة وازاي اليقظة ايه اللي بيعملها في المخ اللي هو الريتيكولار اكتيفيتنج سيستم. واتكلمنا عن النوم والمراحل بتاعت النوم، واتكلمنا عن الاحلام. يعني اتكلمنا تقريبا على كل السايكولوجي بتاع الكونشسنس اللي هو الاليرتنس اللي هو اليقظه، وفي نفس الوقت النوم، وازاي النوم بيحصل، وازاي الاحلام بتحصل، وازاي الكوابيس بتحصل، وازاي بيحصل فيه عجز عن الحركه لما يبقى فيه كابوس بيدي امر بالجري. كل ده ايه اتكلمنا عنه. بس مقدمه بسيطه، سؤال ايه؟ What are the main types of psychopathology؟ ايه الانواع الاساسيه للسايكوباثولوجي؟ الاجابه انه ديسكريبتيف وبيان. والديسكريبتيف جزء سبجكتيف، العيان دي ايه؟ بيقولوا ده اسمه ايه؟ سبجكتيف. يعني العيان لما تقول لك انا زي البنت اللي كانت بتقول لنا فقدت كل الاهتمامات وفقدت كل الحاجات الكويسه اللي كنت بحبها، ده هي بتقول ده، فدي حاجه ايه؟ سبجكتيف. لما بتقول انا حزينه ومهنوعه دي ايه؟ حاجه سبجكتيف. لكن احنا لما نشوف عليها اعراض معينه احنا نوصفها، زي مثلا انها بتعيط، زي انها مكشره في هنا 111، الحاجات دي كلها دي احنا اللي ايه؟ فدي بتبقى الاوبجيكتيف. الدايناميك قلت لكم منها النهارده كذا واحده، لما جينا على الريبريشن والريجريشن والديسبليسمنت قلت لكم دي كلها ايه؟ دي دايناميك سيمبتوماتولوجي. فالسؤال دلوقتي ايه هي الدايناميك سيمبتوماتولوجي عشان اقولها لكم وعشان تبقوا عارفينها، وان كنا هنتكلم عنها بالتفصيل في العلاج او العلاجات الديناميه اللي هي بتهتم بالايه؟ بالديفنسيف ميكانيزمز. فالسؤال ايه هي الدايناميك سيمبتومز؟ اهو اول الانكونشس ميكانيزمز مي بي نورمال او ايه؟ ابنورمال. يعني لما يبقى في مثلا سبليميشن، سبليميشن ده ايه؟ نورمال مش كده؟ انما راشوناليزيشن ده مش نورمال، خاصة ان واحد كل شوية عمل لي ايه بره؟ كفاية معنى كده؟ طيب فالريبريشن وورك اوت ديسبليسمنت
السبليميشن. السبليميشن ده اللي هو اللي ايه؟ اللي احنا عملناه اللي هو دي ماتيور ديفنسيف ميكانيزم. الاكشن فورميشن. الدنايل. كل دي حاجات ايه؟ حيل دفاعيه. بروجيكشن. الاسقاط. الريجريشن. اللي هو النقوص. والديسوسيشن اللي هو الانشقاق. طبعا دي القاعه بتاعتنا في الشهريه. طبعا بتفتكروها كويس قوي مش كده؟ ويعني بنفتقدها. لكن ان شاء الله ربنا يسهل ونرجع لها. الديسكريبتيف سايكوبثولوجي ايه هو؟ طبعا هو التحديد او الوصف المحدد والتعريف للخبرات غير العاديه اللي بيعيشها المريض او اللي احنا بنلاحظها عليه كسلوكيات. ده اللي هو الديسكريبتيف سايكوبثولوجي. تفتكروا الديسكريبتيف سايكوبثولوجي ده مهم للسايكاتريست ولا مش مهم؟ زي ما انتم شايفين كده ده فاندمنتال يعني ايه؟ جوهري واساسي كبروفيشنال سكيل لمين؟ معايا ربيع؟ يعني لازم تكون محترف بالسايكوباثولوجي لان هو ده التول بتاعتك اللي انت هتشخص بيها. وكل ما تشخص عرض مرضي صح وتجمع الاعراض المرضيه بتاعتك صح كل ما هيبقى تشخيصك ايه؟ صح. قبل كده قلت لكم انه في ناس بتاخد الاعراض كده اي حاجه وبعدين يروحوا مشخصين، فطبعا بما انه مبني على باطل فهو ايه؟ باطل. وده بيحصل كتير الحقيقه. يجيني مريض ملزق له يفطر سكيزوفرينيا فصام، وبعدين اقعد مع المريض وافحصه واسال الاهل عن كل السلوكيات بتاعته واكتشف انه كل الحكايه ان عنده شويه ديبريشن مصاحبين بشويه سايكوتيك سيمتومز. او انه سبستانس انديوست ومجرد ما هيبطل الماده اللي بياخدها هتختفي الاعراض الظاهريه. وحضرتكم شخصوا ايه؟ فصام. وطبعا فصام يعني ايه؟ يعني حاجه مزمنه مش هتخف. ايه بقى؟ الاعراض. العرض هو ايه؟ هو السيمتوم. السيمتوم اهو زي ما هتشوفوا كده وده كنت قلته المره اللي فاتت بس بفكر بيه انه ادي الاضاءه هنا مخليه الشاشه مش شايفين الشاشه كويس؟ اه بس البوستر مش باين عشان الاضاءه جنبه. لكن على اي احوال هنا دي الايه؟ الفانكشن. نعمل الاضاءه هنا بس شويه. اللي هنا دي بس دي بس اللي فوق الشاشة اللي هي فوق دي بس اللي فوق الشاشة بس. فالفانكشن لما بيحصل فيها ديستربنس بيعمل هنا في الضلمة هو باين. يعني هنا باين هنا مش باين. طيب على أي الأحوال لما يبقى في عندنا وظيفة وتضطر تقوم تدي أعراض إيه؟ مرضية. والاضطراب بتاع الاعراض المرضيه لما نجمع مجموعه من الاعراض المرضيه بنقول عليها زملت خلاص كفايه مش مهم بنقول عليها نزمه مرضيه. انما لما نكتشف السبب بتاع النزمه المرضيه دي بنقول ده ديزيز. زي مرض السكر قالوا لنا ان مرض السكر سببه نقص الايه؟ الانسولين. فيبقى ده مرض خلاص اتحدد واتوصف واتعرف العامل المسبب له بشكل محدد. لكن الاضطرابات النفسيه عندنا مفيش عامل واحد محدد لان احنا بنقول بايو سايكو سوشيال. يعني بعد بيولوجي وبعد نفسي وبعد اجتماعي بيتضافروا مع بعض عشان يحدثوا الاضطراب. وعشان كده بتقول انه ده اسمه ديس اوردر او سندروم. طبعا لما بيجينا العميل ويبقى فانكشن ويل يبقى ده ايه؟ سليم. لانه ساعات يجي لنا واحد وبعدين الاقيه فانكشن ويل بس هو مش جاي بقى حد ايه؟ حد جاي. انما في حد بيجي ولما افحصه الاقيه برضه فانكشن ويل ولكن هو بيستحدث اعراض ايه؟
مرضية ده يختلف. فهنا لما جينا عميل وفحصه ولقى الوظائف النفسية بتاعته كويسة أو الفانكشنال كويس يبقى ده كده إيه سليم. لو أبنورمال هيبقى ديسترب إيه؟ فانكشنز. ال إيه السيمبتومز بقى بتاعة السايكاتري؟ وات آر سيمبتومز إن سايكاتري؟ طبعا التصنيفة بتاعة أي حد غير محمود حمودة هي دي. يعني تروح الشمس يقول لك بوزيتيف سيمبتومز ونيجاتيف سيمبتومز وكوجنيتيف سيمبتومز وأجريسيف سيمبتومز وأفكتيف سيمبتومز وسوماتيك سيمبتومز. لما يجوا يتكلموا عن وصف لهذه الأعراض أو سؤال المريض عنها بيتوه وبيستنى المريض يقول العرض. إنما لما يبقى المسألة محددة أكتر من كده لا، أنت هتطلع بكم من الأعراض أكتر بكتير. فهنشوف البديل إيه؟ البديل لأن ده ما هوش مرضي، فالبديل الموديل بتاعنا ده اللي هو في عندنا هابتس بتضطرب وفي عندنا وظائف نفسية بتضطرب وتبدا أعراض مرضية وفي عندنا اكنوبيشن ديتيريوريشن. دول أربع إيه؟ حاجات. الأربع حاجات دول هتشوف كل واحدة فيهم هتتفرع لإيه دلوقتي؟ يعني هيطلع عندك كم من الأعراض بتغطي كل حاجات المريض. غير ما هتسأل عن أجريسيف سيمبتومز وتسأل عن نيجاتيف سيمبتومز وتسأل عن كوجنيتيف سيمبتومز، والكوجنيتيف هتدخل عندك الميموري في الـ في, في الأتنشن والبتاع والسيمبتومز فيها بتيجي تكون في ايه؟ بعضها. فهتبقى المساله مش محدده. عشان كده انا حددت الهابتس لوحدها. دي الايه؟ ديستربت هابتس. هيحصل فيها ايه؟ ايه هي اللي بنسال عليها بقى؟ شوفوا بسال عن السليب كهابت عادي. شوف النوم منتظم ولا لا؟ او الخلل اللي بيحصل فيه ايه؟ ولو قعدنا نحصر الاعراض اللي بتحصل في النوم في عندنا initial insomnia اللي هي الأرق أو اللي هي النوم، وفي intermittent insomnia اللي هي الأرق اللي بيتخلل النوم، وبعدين في dawn أو early morning insomnia اللي هي بتحصل في الفجر اللي هو يقول لك أنا لما كنت تعبان أنام ساعتين ثلاثة وأصحى ما أعرفش أكمل النوم، لكن أنا مخنوق ومتضايق ومش طايق حد وكاره الدنيا، فقدت اهتماماتي وكل حاجة بحبها فقدتها، مفيش حاجة بتبسطني. ده على طول بيتشخص بالعرض ده انه ده سيفير او ميلانكوليك ديبريشن. فاحنا السليب فيه اعراض مرضية انسوميا او هايبر سومنس اللي هو بينام ايه؟ اكتر، او السومنابوليزم اللي بيمشي اثناء النوم، او اللي بيقولوا نايت تيروس، مش كده؟ كل دي حاجات بتحصل في الايه؟ في النوم. يعني ادي بس ايه؟ هابت واحدة بنسأل عليها. الايتنج الاكل، مش في ناس عندهم بنج ايتنج وفي ناس عندهم انوركسيا نرفوزا كل اعراض الانوركسيا نرفوزا وفي ناس عندهم بوليميا كل اعراض البوليميا، مش كده؟ فعندنا اضطرابات الاكل على انها جزء من عادات البني ادم. يعني مثلا في واحد يقول لك ايه؟ انا نفسي مسدود على الاكل ما باكلش. يعني كنت باكل كويس لكن من ساعه ما تعبت وانا بقيت فاقد للشهيه. ده خلل في العاده ولا مش خلل؟ خلل في العاده. او اوفر ايتنج ياكل ايه؟ اكتر. البول هابتس مش دي من ضمن العادات؟ اما يجي يقول يا دكتور انا بقيت بقالي اسبوع ما بدخلش الحمام. فكده ايه؟ يعاني من الامساك، لكن هو مش جاي يتدرس، هو جاي معاه ايه؟ شكوى بتقول ان عنده اكتئاب، لكن الهابت بتاعته دي البول هابت دي تشير الى ايه؟ الى ان المريض ده بياكل كويس وبيتغذى كويس ولا هو فاقد الشهية؟ ما بيدخلش الحمام ده كل أسبوع، يعني معناها إيه؟ يعني غالبا ما بياكلش. الـ sexual function ساعات مش دي من الهابتس بتاعت الناس بشكل عام من أول المراهقة وصولا إلى الشيخوخة. الانترستس الاهتمامات مش سألنا نجاح عن الاهتمامات بتاعتها لأنها فقدتها أو هي قالت أنا ما عدتش مهتمية بأي حاجة، حتى أصحابي ما بقتش مهتمية بيهم وبقيت فاقدة كل اهتماماتي. برضه القاعة بتاعتنا جميلة. يبقى احنا اتكلمنا عن ديستربت هابتس. نيجي
سايكولوجيكال ايه؟ فانكشنز. طبعا السايكولوجيكال فانكشنز زي ما قلنا في سيمبل وفي ايه كومباوند. والسيمبل ادي الموديل بتاعها، والموديل بتاعها زي ما انتم شايفين، لو في لو انت في حاله وعي وانتباه ودخل عليك صاحبك اللي ما شفتوش بقالك شهرين ثلاثه، اول حاجه هتدركه. بس عشان تدركه لازم تبقى في حاله وعي وايه؟ وانتباه. فانت بتدركه لان عندك وعي وانتباه، يبقى ادي ثلاث ايه؟ وظائف. ولانك ادركته فافتكرت اسمه وافتكرت انك ما شفتوش بقالك 14 ها؟ فانت دي الميموري. ولان انت بتحب هذا الشخص ومجرد ما شفته وادركته وتذكرت اللي بينك وبينه ده ولد مشاعر كويسه جواك، فده الموت. وبعدين الموت ده خلاك تفكر تراحل بيه ازاي؟ تقوم تاخده بالحب ولا تتجاهله ولا تعمل ايه؟ فطبعا هتقوم تاخده بالحب، فده اللي هو البيهيفير اللي هيبان في صوره الميتيليتي والايه؟ فول سبيتش. ده السايكولوجيكال فانكشنز السيمبل اللي هي البسيطه. لكن في كومباوند سيمبلز اللي هو الاورينتيشن والليرنينج والانتليجنس والجادجمنت والانسايت. دي نماذج للكومباوند ايه؟ او الوظائف النفسيه الايه؟ المركبه. طبعا احنا المره اللي فاتت عرفنا كونشسنس بان هو حاله الالرتنس اليقظه اللازمه لادراك النفس وما ايه؟ وما حولها. ده تعريف الكونشسنس. لكن ايه الاعراض بتاعته بقى؟ الاعراض بتاعته نوعين، يا اما اعراض كوانتيتيف، اعراض كميه. الاعراض الكميه الكوما والكوما فيدي والاستيوبر والكونفيوجن والكلاود كونشسنس والتربر والترانس ستيت، هنعرف كل واحده منهم دلوقتي. والكواليتيتيف اللي هما الديسوسيشن والدريم لايك ستيت والريستريكشن اوف كونشسنس والسومنبوليز والهيبنوسس. يبقى احنا عندنا نوعين من الاعراض اللي بيحصلوا في اضطراب الايه؟ الكونشسنس. يعني لو جمعنا السبعه زائد الخمسه يبقوا كام يا ايمن؟ 12 عرض مرض. هل احنا بنسال لو هناخد الامور بالشكل اللي هو اجريسيف وباسيف سيمبتومز ولا نيجاتيف سيمبتومز وسوماتيك سيمبتومز، هل هنسال على كل دول؟ ولا لما ناخد الكونشسنس لوحده هيبقى في دماغنا ان احنا نسال على كل دول ونشوف ايه اللي في العيان منهم ونعرفه؟ لانه ده مش وارد خالص في الليسته بتاع الاجريسيف والنيجاتيف والكوجنيتيف والكلام ده مش وارد فيها خالص. فاول عرض اللي هو الكوما. يعني ايه كوما؟ يعني ايه كوما؟ الغيبوبه دي يعني معناها فقد الوعي بدرجه كامله لدرجه انه ممكن يبقى فيه الريفلكسز المنعكسات العصبيه اللي هي الريفلكسز تبقى مختفيه. عارفين لما الدكتور بتاع الاعصاب يضرب بالحمر على التندر بتاع الني فتقوم الرجل ايه؟ تتنطق. او ده اسمه ايه؟ ريفلكس. او من قرب النور من عين العيال يقوم ايه؟ تبتدي الكونستريكشن اوف بيوبي، ده اسمه ايه؟ ريفلكس. ها؟ يعني المنعكس رد الفعل الانعكاسي ده بنقول عليه ايه؟ ريفلكس. فاحنا من خلال التدرج في فقد المنعكسات العصبيه بنعرف درجه الكوما. لو فقدت كل المنعكسات العصبيه يبقى ده كوما ايه؟ سيفير وكومبليت. ولو موجود جزء من الريفلكسز يبقى فيه ايه؟ درجة من يعني كوما، بس مش كوما ايه؟ 100% يعني 80% 90% حاجة كده. وفي نفس الوقت الاي جي اللي هو تخطيط الدماغ بيورينا برضه درجة الكوما هي ايه؟ العمق بتاعها قد ايه؟ ده نموذج لايه؟ ده نموذج لعيان عنده ايه؟ شايفينه؟ شكله عامل ازاي؟ طبعا هو في الانتنسيف كير طبعا متركب على الاجهزه وشايف زي ما انتم شايفين كده
مفيش اي ريسبونس والناس بتعمل له حاجات عشان تساعده انه يعيش وتركب له محاليه. الكوما فيه اللي هو واحد يبقى في حاله غيبوبه بس يعني ايه؟ مفتحه كانه سهران. عشان كده بيقول عليها الكوما هي فيجن او الغيبوبه الساهره. الاستيوبر ده اللي هو لما يبقى العيان ما بيتحركش وفي نفس الوقت ميوت يعني أبكم وما بيستجبش ولكن بيبين انه شكله واحد. يعني ساعات جبنا عيان كاتاتوني. شفت عيان كاتاتوني كربيع؟ بيبقى ايه؟ ميوت ما بيتكلمش ومتثبت في مكان ما بيتحركش وفي نفس الوقت ريزيستبل لاي حاجه ويبقى مش مستجيب لاي حاجه. عايز تشد ايده تسلم عليه ما يسلمش، عايز تاكله ما ياكلش، عايز تشربه ما يشربش. يعني بيبقى في حاله استوبر، يعني كانه في حاله ايه؟ جمود كده. طبعا عيان زي ده عاده ما بيفكش الا لما نعمل له اس تي اللي هو جلسات الايه؟ انتوا بيسالوكم بعض الناس يا دكتوره بقول عليكم دكاتره لا معلش هنعمل ايه بقى؟ يا دكتوره احنا دخلناه المستشفى بس يقولوا لازم نعمل له جلسات كهرباء. قلت لهم حضرتك تقول لي جلسات كهرباء دي خطر. قلت لي على تعرفي جلسات الكهرباء ولا تعرفي فوائدها ولا تعرفي اللي يتكلم في جلسات الكهرباء الطبيب اللي ايه؟ النفسي، لان ده شغل. ها؟ والعيان ده بالذات حياته متوقفه على جلستين كهرباء في يومين ورا بعض. ياخد الجلستين دول يتكلم وياكل ويشرب ويتحرك ويقوم ويدخل الحمام ويعمل كل حاجه. بعد جلستين اللي ايه؟ كهرباء. اللي انت حضرتك بالفتاكه بتاعتك قلت لهم لا كهرباء ازاي؟ ده كهرباء بتاثر على المخ مش عارف ايه. لا ده هو بس محتاج ان انا اقعد ايه؟ ازرزرت. الزرزره بتاعتك انك تخففه لا يمكن. فخلينا ايه؟ واقعيين وكل واحد فينا يعرف ايه؟ هو تخصصه ايه ما يحبش. طبعا بيبقى بيتابع الاكسترنال ايه؟ لو متحركين له حاجه كده بيتابعها بعينيه، لكن هو ما بيتحركش. طبعا المعكسات العصبيه بتاعته طبعا طبيعيه. وقاعد في وضع ممكن يبقى مريح. طبعا ده بيحصل في الكاتاتونيا والايه؟ الاكتئاب الشديد. يعني بتاع الكاتاتونيا بيحصل له الاستيوبر ده، بس المشكله في بتاع الكاتاتونيا انه ما يقومش يروح الحمام، يعمل على روحه في ايه؟ في مكان، لان ده سكيزوفرينيا. انما مريض الاكتئاب لا، عنده الايجو ايه؟ انتاكت ورياليتي تيستنج لم يفقد فيقول له روح الحمام رغم ان هو في حاله ايه؟ ستوب. كونفيوجن ان ابيليتي تو ثينك كلير، يعني ما يقدرش يفكر بشكل واضح، يبقى كلامه كده ايه؟ غامض. عشان كده بنقول عليه ايه؟ كونفيوز. وده بيحصل في حالات خلل الكونشسنس، ولكن احيانا يحصل في الكونشسنس الطبيعي، يعني اللي يبقى مرهق مثلا لانه ما نامش كفايه وبعدين تيجي تكلميه تلاقي كونفيوزد كده، فده انت محتاج ايه؟ تنام. ولما ينام تبص تلاقي الدنيا ايه؟ اتظبطت. فده الكونشسنس بتاعه بيبقى موجود وطبيعي لكن بيلخبط شويه في التفكير. طبعا الديليريوم ده اخطر حاجه بيحصل فيها الكونفيوجن اللي احنا كنا بنتكلم عليه ده، وبيحصل لان في خلل جزئي في حاله الايه؟ في حاله الكونشسنس، في حاله الديليريوم. وحالات الديليريوم دي من حالات الطوارئ، لانه العيان بيبقى بيهلس وبيشوف حاجات مش موجوده وما بينامش وخايف ومزعج جدا للي حواليه، وطبعا كمان ما بياكلش ومنتهى الاخبار. عشان كده دي حاله امرجنسي ولازم سايكاتريست هو اللي ايه؟ يتعامل معاها.
الكلاود كونشسنس ده اللي هو يعني بتتراوح الحاله دي من انه يبقى يا دوب يدرك ادراك خفيف قوي الى انه بيبقى في حاله دوخه ومش عارف يتفاعل للمسيرات اللي هي داخلية سواء مسيرات سمعيه او بصريه او غيرها. طبعا الاتنشن بيتاثر في الحاله ديت وبرده التركيز بيتاثر اللي هو كونسنتريشن وطبعا الميموري برده بتبقى امبيرد بدرجات متفاوته وبيبقى فيه اضطراب في التفكير كانه التفكير ايه ملخبط كده او مهزوز وطبعا بيفسر الاحداث بشكل غير صحيح فيبتدي يشوف الامور يفهمها غلط وطبعا ده علامه مميزه برضه للدلالي اللي كنت بتكلم ايه عنه. الطرق ده هو اللام اسمه كده على فكره العرض اسمه كده لما تبتدي تفسريه هو اسمه كده لكن الوصف بتاعه انه نقص في الايه؟ في حاله الوعي ومرتبط بهلوسه والموجنز. الهلوسه اللي هي ادراك من غير بصير. لكن الاليوجن انه يشوف الحاجه يفهمها ايه؟ غلط. فيشوفك وانت جايبه له المعلقه عشان تاكليه انت ماسكه سكينه وهتموتيني كده ايه؟ ده اليوجن. ها؟ او ديليوجن وعدم استقرار ده الطرق وطبعا معاه لاك اوف انرجي نقص في الطاقه وما بيقدرش يعبر عن نفسه بشكل واضح ده الطرق. الترانس ستيت لاك اوف كونشسنس برضه نقص في الوعي والاكتيفيتي بيبقى كانه نايم وبيبقى بيحصل في حالات التنويم يعني الترانس ستيت هي دي تقريبا حاله التنويم بس ده وصف كوانتيتيف لكن لما اروح للتنويم هتقول انها وصف كواليتيف. شايفين دول؟ شايف نفسك يا شيخ؟ كانت ما بتحكي ايه؟ ها؟ مكسوف ما تضحكي؟ طيب يبقى احنا كده اتكلمنا على الكوانتيتيف الكوما والكوما فيدر والاسترولر والاستيوبر والكونفيوجن والكلاود كونشسنس والتربو والترانس ستيت. هنتكلم بقى على الكوانتيتيف تشينجز اللي هي الديسوسيشن. اهو الديسوسيشن ده يا جماعه بتاع العفريت. يعني ايه؟ يعني واحده مضغوطه قوي وبعدين مش قادره تتكلم وبعدين فجاه راح يطلع منها راجل والراجل بيتكلم وبقوه جدا قلت لكم عليها الست فاطمه اللي جوزها قاهرها وبيضربها وكل مره يديها عقله سخنه ففي مره زنقها في الركن فراحت متحوله الى انتوا عارفين القطه لما تزنقوها تتحول الى ايه؟ نمر بالظبط كده تبقى متوحشه فالست راحت معلوبه وبقت راجل وشخطت فيه شخطه الراجل ايه؟ عمر على نفسه وانزعج وبدات وشها يتغير وملامحها تبقى حاده جدا وبدات تزعق فيه فقال لها انت مين؟ هو بيتكلم بصوت راجل بقى وشكله راجل. فقالت له انا الشيخ سيد يا كلب. طبعا ايه؟ الشيخ محمد. قالت له الشيخ محمد. فطبعا ايه؟ يا كلب. فهو بقى الراجل اتلعب وايه؟ وقع من طول وبركاتك وسامحني. قال لك ده ايه؟ ده العفريت اللي عليها ايه؟ طلع. بس اول ما عرفت اخته كده قالت له دي على فكره هتعرف ليه وهتعرف كل حاجه فابتدى يستخدمها في انه ايه؟ تعمل الشويتين بتوعها ويوصلوا على الناس ويبقى الشيخ محمد ده باب ايه؟ باب رزق ايه؟ فده الدستوشيشن. كان عندي مريضه من محافظه نائيه وكانت بتجيني مره في الاسبوع وكانت تاخد جلسه ساعه وكانت في الساعة دي تتغير إلى ست شخصيات. واحدة طفلة وشكلها طفلة وتتكلم بصوت طفلة وتعيش ده دقايق. وبعد شوية ولا كأنه سيبها لغاية ما إيه؟ ما تهدى وتعبر عن نفسها
تهدى شوية كده وتقعد، وبعدين تروح ايه طلب شخصية تانية، واحدة سودانية بتكلم بلهجة سودانية وبتعبر عن احساس بالقهر واحساس بالظلم وهكذا. فبتبدل ست شخصيات في الجلسة الواحدة. وبعدين في الاخر، في اخر الجلسة وانا قاعد في الدنيا معلش يا دكتور انا اسف ضايقت، بس هو طلع غصب عني. قال لها انا موافق بالراحه كده، احنا لما نعبر عنهم بنختفي. فمجرد ما بدات تعبر عن اللي جواها وبدات تفرض اللي جواها على اللي حواليها وتتحرر من القهر والتسلط اللي هي عايشاه، بدات الشخصيات تختفي واحده ورا الثانيه. اخر واحد استنى عليها كان واحد مسيحي واسمه جرجس. جرجس ده فضل مسيطر عليها شويه كده، وبعدين برضه ايه قدر انها تتغلب عليه ويختفي. وده كان نموذج لحد مدرس ليها زمان كان مسيحي، وكان هذا المدرس في المدرسه بتاعت الراهبات كان شديد عليها قوي. وهي طفله كان بيعملها بشده وتقمصته وعاشته بعد كده. نوع من ايه؟ من عادة الفيدباك، فلاش باك زي ما بيقولوا. فالاسوشيشن ده من حدود ال، طبعا شفتوا فيلم سؤال حسني في بئر الحيوانات مش كده؟ وشفت سؤال حسني كانت بصناعة الاسوشيشن ازاي؟ يعني بالنهار هي طالبة جامعية وبالليل واحدة ايه؟ فتاة ليل بتنزل من الشباك وبتعمل كل اللي هي ايه؟ عايزاه وبيبقى قيود ومنتهى الدفاع والتحرر. الدريم مارك ستيدي تاني حاجة، الاستريكشن اوف كونشسنس تالت حاجة، والسمنة بلوريز والهيبنوسس هنشوفهم بالتفصيل. اهو الديسوسيشن هو عبارة عن انشقاق بعض الوظائف النفسية تشتغل لوحدها. فالانشقاق ده ممكن يبقى في طفل يقوم يمشي بالليل يروح لغاية التلاجة يفتحها وبعدين يروح يقفلها وبعدين يرجع ايه؟ ينام. كل ما تكلمه ايه محمد فيه ايه؟ محمد ايه؟ ما يردش ومش دريان، يروح رايح راجع نايم ايه؟ مش نايم في السرير، نايم في ال في بتاع سجاده كده على الارض ونايم عليه وخلاص. فتقوم هي ايه واخدها من هنا في ايه؟ في سريره وخلاص هو على كده. ده ايه؟ نوع من الديسوسيشن، بس الديسوسيشن ايه؟ حركي. الديسوسيشن الحركي ده هقوله اكتر دلوقتي في السومنامبوليزم. دريم مارك ستيت ده نقص وعي، وده بيبقى الشخص ايه؟ سبجكت. مش احنا قلنا في سبجكت اللي فيه اوبجكتيف؟ اه ده سبجكت، يعني هو بيحسه ولما بيزيد بيبتدي يزود الاثاره لاستقبال الايه؟ المثيرات. وفي نفس الوقت بيبقى معاه فقد للاهتداء. الاهتداء اللي احنا بنقول عليه اورينتيشن، واحنا بتشوفوا ربيع وهو بيفحص الحاله بيقول له احنا النهارده ايه؟ احنا الظهر ولا بالليل؟ احنا اليوم ده كان في الشهر؟ كان في الاسبوع؟ اسمه ايه النهارده؟ وبعدين المكان اللي انت فيه ده ايه؟ وموجود في فين؟ وفي حي ايه؟ وفي مدينه ايه؟ ده اورينتيشن للتايم والبليس والبيرسون. وانا بشتغل ايه؟ فيقول له انت لابس بط وتبقى انت دكتور. فكده ايه؟ ده اورينتيشن. فهنا اللاك اوف اورينتيشن للتايم والبليس لكن موجود للايه؟ للبيرسون. وده اكتر حاجه في السوبرفيشال في الاورينتيشن. يعني ما انساش ابدا في بنت كانت عندها هيستيريكال كف، يعني كحه ايه؟ هيستيريه، وكانت تقعد تكح الكحه الهستيريه دي طول الوقت. والبنت دي للاسف الشديد كان عندها لاك اوف انتليجنس. عارفين لاك اوف انتليجنس يعني ايه؟ كان عندها انتليكشوال ديسابيلتي. فطبعا مش نافع ان انا اعمل لها سايكوثيرابي، كنت انا ساعتها نايم. ف كنت بعمل لها التنويم. والتنويم بايه؟ الممرضه تطلع تجيب لي انت رفان من العمليات من عند بتوع التخدير، وانا ادور
في 20 بدل 10، يعني المفروض يدوب في 10 عشان يعمل التخدير عند بتوع التخدير، لكن انا عندي مش عايز تخدير فانا بدوب في 20. وبعدين على دول يعني ترى في نص سنون بحيث اعمل لها تنويم كيميائي، وبعدين وهي في حاله التنويم بأوحي لها بانه خلاص الكحه ايه؟ راح. فالكحه في كلمه ايه؟ تروح. كنت اعمل لها كده كل ايه؟ مره فبتختفي الكحه والدنيا بتبقى كويسه. وافوقها وتقوم تروح وجدتها تتعشى مع جدتها. ابوها وامها مطلعين وامها متجوزه في ناحيه وابوها متجوز في ناحيه عايشه مع جدتها. جدتها اللي كانت بتجيبها. وتاخدها جدتها وتروح لغايه ما في يوم جابتها لي مش بالكحه بتعطس. فبرضو هعمل نفس الايه؟ نفس التكنيك. بس بقيت مستغرب ليه بقت عطس. فاديتها الانترفال بالجرعه المخففه فحولت من عطس لايه؟ لكحه. طلعنا ايه؟ سلمه. بس فاضل السلمه تختفي هي كمان. فرحت مزود الجرعه. راح حصل لها ابنيه. ابنيه يعني ايه؟ تراكم في التنفس. عرفت؟ انا بقيت في ايه؟ في كارثه والبنت هتموت وانا طبيب مقيم ومستعمل على روح مع نفسه في دقيقه كانت الدنيا ايه؟ لفت بيا. ومن التوتر اللي انا فيه شدتي الايه؟ الحكم مش اسيبها عشان لو احتجت اديها قوامين ولا حاجه تفوقها. لا شدتها كمان. بنت غابت تجيب لي دقيقه كامله او دقيقه ونص وانا في الدقيقه ونص الدنيا ايه؟ بتلف بيا بقى. هي انا ماتت تاني. وبعدين ايه بند على اسمها كده راحت قايله ها وخدت نفس. فسالتها انت فين؟ ما عرفتش. طب احنا دلوقتي امتى؟ ما عرفتش. طب انا مين؟ عرفت. هنا ده الديجري بتاع ايه؟ بتاع الاورينتيشن. فاسهلهم ايه؟ اللي على الوش اللي هو ادراك الشخص. عرفتني. دقيقتين تانيين عرفت الايه؟ المكان والزمان. يلا قوم. وبعدها حرمت اعمل الايه؟ التكنيك ده. حرمت بجد من ساعتها. طبعا ده بيبقى مصاحب. احنا قلنا ان دي دريم لايك ستيت. ها؟ وزي ما قلنا بيحصل فيها فقد في الاورينتيشن. كانه دريم لايك ستيت يعني كانه النوم حالا. مش كده؟ يشبه النوم الايه؟ الحالي. عشان كده بيبقى فيه فيجوال ايه؟ هالوسينيشن. واحنا معروف عندنا ان فيه هيبنا جوجل وهيبنا بوبك هالوسينيشن اللي هم هلاوس الدخول في النوم وهلاوس الخروج من الايه؟ من النوم. ها؟ فهي هنا في الدريم لايك ستيت بيبقى فيه فيجوال هالوسينيشن بشكل حيوانات ايه؟ صغيره، فئران، صراصير، حاجات كده ايه؟ حاجات صغيره دي. ونادرا ما تبقى مصاحبه بهلاوس سمعيه، وطبعا بتبقى مصاحبه بخلل في التمبورال لوب في المخ. الريستريكشن اوف كونشسنس اللي هو تضايق الايه؟ الوعي، تضايق الوعي ده بيبقى المخ مشغول بسيتويشن معينه، ولما اتكلم مع العيان يكرر نفس الايه؟ نفس الاجابه لكل الايه؟ الاسئله. فكانه وفي نفس الوقت لما اساله بيبقى امبيرد اورينتيشن فور تايم اند بليس بارت، لكن البيرسون هتبقى ايه؟ البيرسون هتبقى ايه؟ انتاكت. ده بيشمل ايه بقى؟ اللي هو ريستريكشن كونشسنس بيشمل ايه؟ خلي بالك احنا عندنا 12 عرض، لكن ال 12 عرض دول فيهم واحد بيشمل ثلاثه اللي هو مين؟ الريستريكشن اوف كونشسنس. تويلايت ستيتس دي واحده، وده طبعا تضايق في الوعي مرضي وبيحصل في حالات الهستيريا وحالات الابيليبس. و
في الهستيريا بيبقى معاه دوافع لا شعوريه. يعني في دايناميك كونفليكتس، ها؟ والدايناميك كونفليكتس هو اللي بتخليه ايه؟ يظهر. اللي هو هنتكلم عنه بالتفصيل لما هنروح الدايناميك سايكو ثيرابي. ادي واحد. الثاني الفيوك. الفيوك اللي هو الوندرنج، الراجل اللي كان بيقوم من النوم ويمشي اهو. عارفين الراجل ده؟ في المسلسل ده، في المسلسل ده؟ مسلسل عيون ده. حيرون ده، ده حيرون اللي هو من الشلل. كان قادر عشان ياخد بنت مين؟ فؤاد المهندس. والبنت دي فؤاد المهندس مرتبط بيها جدا. هي كل حياته. والعلاقه بينه وبين مراته مش قوي، لكن البنت هي ايه؟ هي حياته. فاتقدم يوم الشلل لخطبها وهتتجوز البنت وتبعد عنه، فالراجل ابتدى ايه؟ يتلخبط. فجاله الايه؟ الفيول ده. ايه الفيول بقى؟ اهو وندر مصحوب بنسيان امنيزيا، ولكن الى حد ايه؟ معين، مش امنيزيا كامله. طبعا النموذج بتاع فؤاد المهندس في المسلسل ده كان نموذج هايل جدا. رابع حاجه اللي هو في الاعراض بقى هو السومنامبوليزم. السومنامبوليزم ده اللي هو ايه؟ المشي اثناء النوم. اهو ده بيبقى فيه سبليتنج، يعني انفصال عن وظيفة الحركة، بحيث انه الولد يقوم اللي قلت لكم عليه، يروح رايح فاتح التلاجة وراجع نايم على الأرض، ومش دايما ان هو عمل ايه ولا أي حاجة، وممكن تشيله تحطه في السرير ولا يفكر حاجة خالص، وطبعا ما بيفكرش ولا أي حاجة. وطبعا ده اللي بيحصل في الأطفال بيبقى طبيعي، ما يبقاش ايه؟ مرض. امتى يبقى مرضي بقى؟ لو حصل في الكبار يبقى كده ايه؟ مرض. وممكن يبقى سكيزوفرينيا، وممكن يبقى سكيزوين بيرسوناليتي، وممكن يبقى ابيليبسي. وكان عندي في واحد كان بيشتغل هنا في المعمل بتاع التحاليل الطبيه، وابنه كان واخد بكالوريوس ولسه منتظر شغل وكده، وبعدين قاعد في البيت الراجل قاعد سهران هو ومراته، الولد قاعد على السرير ورايح على البلكونه وبينزل من البلكونه على انها هي الايه؟ الباب بتاع الشقه. فطبعا لحق ايه؟ جابوا. وبعدين الحكايه دي اتكررت، قال الواد ده ممكن مره اللي ما كانوش احنا صاحيين، وبدا ايه يقفل وبتاع، وبعدين الاخر جابولي. فطبعا كان عنده ابيليبس، فاديته انتي ابيليبتكس، ولما انتظم على انتي ابيليبتكس الواد اختفت خالص الحكايه دي، بقى كويس جدا، وبقى الراجل ممنون جدا انه خف. الهيبنوزس، وده اخر عرض مرضي اللي احنا اتكلمنا عنه، ترانز ستيت. اهو هنا بيحصل ترانز ستيت اللي هو تغير في الوعي، ولكن هذا التغير في الوعي بيبقى induced by suggestion. يعني في التنويم انا ببقى في علاقه بيني وبين المريض، وبعدين هذه العلاقه فيها ثقه، وبعدين ببتدي اخليه يركز على حاجه، بعدين ابتدي اوحيله بانه جفونه بتتقل واطرافه بتتقل وجسمه بيسير وبينام، لان هو مطمن لي، لان هو عنده استعداد انه يدخل في التنويم، فبيحصل فعلا الهيبنوزيس، يدخل في التنويم، في التنويم بفعل الايه؟ السجش، اللي هو فعل الايه؟ الايحاء، ويبقى طول ما في التنويم هو خاضع للصوت. اقول له ارفع ايدك اليمين وارفع ايده اليمين، حطها جنبك يحطها، اقول له اي حاجه ينفذها لان هو ايه؟ تحت اراده الايه؟ المناوب. وهنا ما هوش نوم ولكنه ترانس ستيت. انا اتكلم عنه بالتفصيل لان في نوع اسمه العلاج بالتنويم. كده يبقى احنا ايه؟ خلصنا كل الاعراض اللي ايه؟ المرضيه، ادي سبعه، وادي الايه؟ الخمسه التانيين، وفيهم واحد فيه ثلاثه، يبقى كده بقى عندنا كام عرض مرضي؟ اهي بالظبط كده. فال دي السلايد اللي قلت لكم عليها المره اللي فاتت ومرات الجوج، اللي هو دي شايفين؟ ها؟ شايفين العنوان؟ عملت ايه؟
قتلت ابنها عشان تفك السحر، ومين اللي أرحلها كده؟ الدجال. كاسة. كاسة من الكوارث، عشان كده بقول لكم الدجالين دول لازم تحاربوهم، لازم. لازم تخلوا الناس تفك وتتحرر منهم الدجل. أدي واحدة قتلت ابنها بفعل مين؟ بأحد الدجال اللي هي لما تقتل ابنها السحر بتاعها هيتفك ولا مش هيموت، أو هعمل كده، لكن قتلت الواد. دي شهادة الزمالة بتاعتي كانت محطوطة على محاضرة قديمة، طبعا زي ما انتم شايفين كده بيقولوا يعني انه هيئة الزمالة الأمريكية للطب النفسي ولجنة الثقة اختارت فجر عالمي لما قدمه للطب النفسي من خدمات وأداء متميز، أنه يمنح درجة الزمالة الأمريكية للطب النفسي. وأشكركم والسلام عليكم.